رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نصح الأمة وزول الغمة وجاهد بالله حق جهده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرقة المكارم عمار وزوار، فإن لنا ولكم في الله سنة وكتاب وحجة، إذ كنت أيها العامر أيها العاشق أيها الخادم موكل بسحر بمس بثقاف بنفور بطلاق ببغدة بتعطين عمل أو زواج فتوقع للنطق أو للخروج أو الذهاب إلى حابل سبيلك، طاعة لله وطاعة لأسماء العظام وليس طاعة لي وليس طاعة لأي مخلوق. بسم الله من الله ولا إله إلا محمد رسول الله، يد الله قبل يدي يد الله قبل يدي يد الله قبل يدي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.